فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا الرمضاني خبز وملح. Take 1. ابن عمي شو طبختنا اليوم؟ شايف الطاولة فاضية. Take 2. تاج راسي ايش طبختنا اليوم؟ انا مالي شايفة شي، الطاولة فاضية. Action. ايش طبختنا اليوم يا شيفنا؟ الطاولة فاضية، مالي شايفة شي قدامي. بصل، خضار، ما بعرف شو الاكل اليوم، خربيته صايره. طبخ ايش اكلتك اليوم؟ بدي ركزي فيهم شوي، بين معك ما غير معي، يعني عدس هذا بصير شوربه، يعني صحيح تار بس واضحه. هلا هو المكون الرئيسي اللي راح نسوي فيه اكله اليوم ما هو موجود لسه، مشان هيك انا ما عرفت. اللي بس حطيته بين اليوم راح اسويكم اطيب اكله سمك. حبايبي اليوم بعد الشحم واللحم والعزيم، واول شفتوا اول رمضان واكل ورز وبرغل وكذا ولحم، اليوم نحول على السمك. هلا راح اعلمكم اطيب اكله في السمك تصير، طبعا بعيدا عن السمك المشوي والسمك المقلي، ان السمك الحره وسمك بدبس الرمان، وراح اقلي شويه سمك كمان الحون على الافطار، راح اسوي الشوربة المعتادة اللي بناكلها نحن مع السمك، وراح نسوي سلطات خاصة للسمك. تابعوني لآخر فيديو. هلا راح نصيح لدعد عشان تتعلم أول شيء طريقة السمك. يلا يا دعد تفضلي لهون. وأهلا وسهلا. أهلا فيك يا ديدي. أهلا، اشتقنا للأكلات والشغلات. جيت فورا على درس الطبخ تبع اليوم. على درس الطبخ. هلا أنا اليوم شايف كثير مكونات قدامي وشيء ضيع. هلا نحن درس العادة دائما. مشان نفصل جنب السمك. السمك اكلتنا، دخلت لي فورا بالموضوع، ما قلت لك شو الاكل. سمك. جنب السمك دائما ايش الشوربه اللي بنشربها معه؟ شوربه العدس. شوربه العدس. انا الطريقه اللي بطبخها فيها كثير سهله، ما في عباره عن عدس، خبز محمص وسمنه وليمون بس. فهلا اول شيء حطينا العدس، نحطه على النار. اوكي، نحط له مي ونحطه على النار لا يغلي اول غلوه مشان نقش الزفره تبعته. اوكي، طبعا هذا السمك هو تقريبا اللي ببلدنا بيقولوا له اجاج، هو هون اسمه درواد بحري، من انواع السمك البحريه. طبعا بيصير قلي وبيصير اذا نسوي سمكه حره، انا راح اسوي سمكه حره مهبر، حسكه قليل، لحمه ابيض، هي من ميزاته. هلا بدنا نبهر السمك. هلا السمك هو اصوله اذا سمك نهري بنحط له كزبره وتوم. اوكي، السمك البحري بنحط له فقط، وهي يعني نصيحه مني انا وجربوها، ما بنحط له غير ملح وبهار. البهارات الاساسيه للسمك الحره هن بحط معلقتين كزبره، معلقه فلفله حمراء، ومعلقه كمون، ومعلقه سبع بهارات. اوكي، راح اخلطهم سوا كلهم مع بعض ومرش هيك، نرش نلبسهم فيها تلبيس. ما لازم نحط زيت حتى يتزقر. هلا نحط لهم كمان هي حطينا لهم الزيت. اوكي، طبعا هون حطينا ورق الالمنيوم مشان ما يصير التنظيف الصينيه صعب، وحطينا فوقه كمان الورق تبع خاص مشان الاكل كمان مشان موضوع الصحه. لازم تنام بقلبك طبعا، نحط له بهارات في قلبه. في ناس حطوا ليمون في قلبه، انا ضد فكره الليمون يدخل على الفرن لاني بمرمر. وطبعا هلا انا الشغل الوحيد اللي تشوفوني نقصته هو الملح، لاني انا مملحهم بالغسيل وغسلتهم، انا شايله حطه بالفريزر لمده اسبوع، فاخذين تقريبا كفايتهم من الملح كلحمه. وهلا الاكله الصوص رح احط له ملح، فما رح املحهم هلا طاول. وبعدين على الدق الواحد على الطول بيقدر اذا ناقصه ملح بيقدر يزيد. هلا رح اغطيهم بالسلوفان وراح احطهم بالفرن كمان عشان يلحقوا يستووا، ما بياخذوا تقريبا شيء نص ساعه. وطيب شلون بدنا نتأكد انه مستوى؟ ببين معك لحمه راسا يعني بالشوكه مثلا، بالشوكه بشيل طعم الشوكه اول ببين معك. اوكي، وهلا السمك شوفي بعد ما طالعناه جربنا بالشوكه مستوي تمام، هاي لحمه الابيض. هلا بدنا نحط له بقى الصوص تبعه اللي سويناه. طبعا هي اسمها سمكه حره،
لانه هي مو حره يعني مو حره يعني بعد ما صدناها اكيد ما صفت حره بس هي لانه فيها طعمه حدوديه اوكي ولذلك سموها حره يعني حرة. ها السمكه الحره وفي كمان بطاطا حره كمان هي اللبنانيه بيقولوا عليها البطاطا الحره اللي هي نحن بنقولها البطاطا بالكزبره كمان راح نسويها مع اليوم وراح ناكلها نعمل لك اكلات كثير طيبه فلازم نضلوا لاخر الفيديو حتى تشوفوا كل الاكلات بنفس الفيديو هلا اول شيء بالنسبه للسمكه الحره بدنا ناخذ بندورتين انا هون بندورتين مقطعهم بصلة شوي ثوم وهدول لسه تعمل فيهم هدول بدي اسوي فيهم الصوص اللي بدي احطه فوق السمكه بدي ادخلهم على الفرن هلا بدك تحطهم بالخلاط ايوه ادخلهم على الفرن اول شيء اشويهم بعدين احطهم بالخلاط هون في عندي سلري هذا اختيار يعني شخصي وبيعطيها طعم كثير كثير طيبه وفي عندنا فليفله حمراء وخضراء طبعا ويفضل شوي تكون حده في منها هلا نحن اللي بدنا نساويه بدنا نعطيها طعمة الفيمة بس بالفرن كيف بدنا نعطيها طعمة الفيمة وراح ندخنها بنحطها على الرف العالي يعني قريب من 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 النار ونشعل الفرن بس من فوق بحيث انها تاخذ يعني تبتدا كاني عم تنشوى على الفحم وراح نساوي كمان التتبيله تقلاي هون على المقلايه على الغاز هي هلا بنحطهم على الرف الفوقاني اللي هو قريب من النار وكل شوي راح نطلع عليه هون هلا بقى بدنا نكمل كمان الصوص اللي بدنا نحط عليه هون يعني تقريبا خلصنا هاي سهله انا بالاول لما قال لي السمك اكلتهم لانه يعني السمك بده معلميه ايش عامل الغاز وطيني هذا كثير كبه منه لانه بيكون كثير عالي غازه نقطه زيت انا لبعد ما حطينا زيت هون في عندي شوي شايف بصل بدي احطهم بس انا بدي اخذ طعمه يعني التدبيل تبعهم البصل وقت بتدبل بيعطي له طعمه خاصه هلا هاد اللي بتعمله هون غير المشويات رح تخلطه كمان مع هدوليك بالخلاط فراح ادبل البصل شوي هلا هاد البصل بدنا ندبله بنحط هون انا مقطع كمان ثوم مقطع تقطيع كمان بنحط معه حط له رشه ملح في بعد ما دبلنا البصل والثوم هلا بدنا ننزل عليه ننزل على دبس الفليفلة الأساسي طبعاً هون عندي نوعين دبس الفليفلة إذا شايفه نوع حد كتير ونوع حد وسط شون بتحبوه يدي كلها طعمة يعني طعمة حراقة شوي فرح نحط من نوعين نحط شوية زيت معلقة دبس بندورة بعد ما بتستوي السمكة 90% بنلبس السمكة بهذا الصوص طبعاً الصوص بيكون مطحون ما بده يكون كثير مريق شوربه يعني نترك فيه قطع طحنه بسيطه بنلبسه فيها السمكه وبنرجع بندخله يرجع ياخذ وش شوى والسمكه شغلت 4-5 دقائق كمان شيء تنشف المي اللي فيه فوق السمكه وبتطالع وممكن تترك قسم منه تاكليه مع السمكه هلا رح ننزل فوق هدول الخضره حطيناها بهذا البول رح ننزل فوق بهدول اللي قليناهم تقلاي يا عيني اللي بدنا ندبس بندوره دبس فليفله بنحط لهم ملح بنحط لهم كمان من خلطة البهارات اللي حطيناها بالاول اللي هي الكمون والكزبرة والفليفلة شوفوا هلا شلون صارت كأني قطع نعمة مفرومة هلا هي رح تتركها لوقت ما يستوي السمك نطالع السمك ونلبسه فيها طبعا نضيف فوقها فيه لإضافات لسه رح نضيفها فوقها بس ما رح نضيفها هلا هي سخنة رح نستناها لتبرد ونضيف فوقها هلا هذا الصوص بعد ما برد هلا نحط معه الشبك مع الكزبرة الخضراء نخلطهم معه وبقى هلا مفاجأة اللي بيعرف بيعرف اللي ما بيعرف هلا رح يتفاجأ السمكة الحرة أهم مكون فيها هو الجوز أو عين الجمل عن جد؟ غيرك ها؟ وأنا كل شوي بسأله بابا ليه هذا الجوز؟ شو تعرف الجوز؟ حط جوز معه هي التبلة هلا صارت جاهزة ضل بس نستنى السمكة لتستوي والمكون الأخير لسه في مكون أخير؟ إنه نحط معلقتين تقريبا طحينة هلا بدنا نحط له بقى الصوص تبعه هلا هذا السمك اللي راح نساويه هذا غير نوع هذا اسمه درواد هذا اسمه باسا اول شيء بدنا نحط البطاطا هي البطاطا مثل ما قلتكم هي نص قليل بدنا نحطها اول شيء هلا حطينا البطاطا بدنا نحط فوقها البصل هذا دبلناه كمان مع الكزبره والثوم يا عيني رح نخلطهم شوي سوا مع حتى البطاطا تاخذ طعمه البصل والكزبره هلا بنفرشه الصينية كلها بنحط السمكة فوقهم يا عيني هلا بدي ارش لهم شوية ملح رشة ملح لأن البطاطا ما لها ملح بدنا نخلط الصوص تبعه زيت درب بنحط معه دبس رمان اوكي طبعا كمية الدبس رمان حسب كمية اللي انتم بدكم تطبخوها بس لازم يكون يعني كثير شوي لازم يكون منيح بنحط معه كمان رشة فلفلة حمراء
وشوية ليمون، عصرة ليمون كمان، ونخلطهم كلهم سوا. وكمان اللي بيحب يحط معهم كمان زيت زيتون. هلا هذا بعد ما خلطناه نحطه على السمك وعلى البطاطا طبعا، بس هيك فوق يعني، بس هيك. اوكي، وبندخله هلا على الفرن، بنغطيه ونحطه بالفرن كمان لوقت ما يستوي. هذا صار هلا نغنغ وعلى كيف كيفكم. هلا بنجينا للنوع الثالث من السمك اللي هو هذا سمك السردين. هذا حفلة سمك طيبته انه ينقلق قلي، يعني زمان قلى واخذ شبع بالزيت فما بتاكل طاول. طبعا حتى ما يعذبكم بالقلي بتلتوه بطحين، من الطحين بنحط معه بس، وحصرا ما بده شيء غير بهار، بنخلطهم سوا. هلا حطينا هاي البطاطا المكعبات لتنقلق. هلا قلينا البطاطا، شوفوا هاي البطاطا المكعبات قليناها. هلا بدنا نساويها بطاطا حرة. صوص تبع ثوم حطينا معه ملح، بدنا نحط معه كمان ليمون، شوية زيت نباتي، نحط معه كزبرة خضراء، نص كاسة مي دافية تكون، رشة فلفل كمان معها. هلا بننزل فيها البطاطا ومتركها تتشرب هالصوص اللي سويناه. نحطيها بسلطة مع السمك، هي سلطة الجرجير، يعني جنب سلطة دم السمك النمبر 1 هي سلطة الجرجير. الجرجير هو هيك بيكون؟ طبعا ده هذا الجرجير معروف من الكل. طبعا الجرجير تغسلوه غسلة منيحة لأن كثير بيكون فيه اضطراب، وبعدين الجرجير لازم السلطة ينفرم فرمة خشنة، وإذا ورقة نعمة تقطفيها قطف، يعني لا تفرميها بالضبط. فهذا الجرجير نحن هلا طبقناه بنفرمه بس بالنص تقريبا، بصل اخضر مروس، بس بنقول له نحن مروس يعني صار له راس. فاذا عندكم من هذا البصل هذا كثير طيب، مع اطيب من البصل اليابس، اذا ما في بتحطوا بصل يابس. طبعا بتفرموه جوانح، شايفين شلون صار طرنشات. وهلا بدنا نقطع الفطر كمان، هاي رشه فلفل حمرا هلا بدنا نحط لها، وبدنا نحط لها كمان اهم شيء السمار مطحون. ودي يعطيها الحموضية مع الليمون، طبعا بيبقى الملح والليمون والزيت نحطهم قبل الاكل فورا. وهلا هي مثل ما لكم شايفين السفرة صارت جاهزة، واخيرا عن جد شيء كثير بشهي. هلا رح افرجيكم اكل هون. اول شيء عنا يا السمك بدبس الرمان، شوفوا لي على المنظر البطاطا والتقمير. هون جنبه عنا السمك او السمكات الحارة مثل ما شايفين، هي التبلة اللي عملناها بالبيت. وهون عنا السمك المقلي اللي بيتاكل مثل انتري. جنبه عنا الشوربة المعتادة، شوربة العدس، البطاطا الحارة كمان. هون عنا صوص تراتور، صوص دبس رمان، وصوص ليمون حسب كل واحد ايش بحب. وهون كمان عنا الصوص اللي استعملناه لتتبيلة السمك. عنا كمان هون الخبز مع الشوربة، واخيرا السلطة المعتادة كمان مع السمك اللي هي سلطة الجرجير. فهذا كان فيديو اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم، اكلات عجبتكم، ان شاء الله يكون البرنامج عجبكم وتعلموا شغلة مفيدة، وفطوركم شهي، وفطور شهي، ورمضان كريم عليكم، كل عام وانتم بخير، نشوفكم حلقة جديدة، باي.